يقولون اكو وحده اسمها شمهوده، من تصير فاتحه يدزون عليها لين خوش تلطم، بس من يصبون الزاد يخلوها تاكل ويا الزغار. مو خوش مدخل يشبه حالنا بالعراق، من تصير الحديده حاميه يدزون على ولدنا يكاونون بالسيده زينب وحلب والقصير وادلب، بس من تصير الاتفاقات والتوافقات يلبسونا ولا كانه موجودين ولا كانه احنا حلفاء وياهم وامننا مرتبط بامنهم. يقعدون يتحاسبون ويتوافقون وتالي حصتنا منهم نفايات داعش يدبوها بقلب كمال السورية المقابلة لمنطقة القائم العراقية واللي تنتظر معركة حاسمة قريبا. هيج صار الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وحزب الله وسوريا من جهة، وبين تنظيم داعش من جهة ثانية. حزب الله قال لهم انطونا القياديين الأربعة المأسريهم من ربعنا، والجيش اللبناني قال لهم انطونا جثامين الثمان جنود، ومقابل هذا راح ننقلكم منشآت مبردة من جرود عرسال للحدود العراقية السورية واحنا الممنونين. هناك رتبوا أموركم، ابقوا بسوريا عبروا للعراق، هذا شيء يخصكم، هناك اكو ولد ينتظروكم. خوش صفقة ومن حقهم يسووها طالما الموضوع يتعلق بأمنهم القومي، بس هذا ما ينطيهم الحق بتحويل حدودنا إلى مكب نفايات. مو من حقهم أبدا أن يتجاوزون أمننا ويستخفون بيه بهالطريقة، في حين احنا من حصرنا الدواعش بنينوى وتل الأحفر أصرينا أنه ما نخليهم يعبرون السورية، وكان الثمن من دماء شبابنا الواحدهم يسوى الدنيا وما بيها. بس نرجع ونقول مو صوتهم صوتنا، لأن اللي ما يحترم نفسه ما حد يحترمه، واللي يفضل أمن غيره على أمن بلده أكيد يتحول لمكب نفايات بالأخير. ما نريد نطولها، الملاحظات هواي والأسئلة خير من الله، وبنص الملاحظات والأسئلة غصة ما جربها غير عنتر بن شداد اللي قال ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وفي الحرب، بمعنى أنه كل من يأخذ على قد حجمه. مثلاً العراقيين بالشام قدموا دماء غزيرة وكانت توابيت الولد الجر، وتالي حليفنا بشار الأسد يشكر الروس وإيران وحزب الله وبس. أها والعراقيين يا سيادة الرئيس، ولد الخايبة هذا حجمهم عندك؟ نسأل وتجاوب الأحداث، لا بل حجمهم أقل من هذا، والدليل هو نقل الدواعش للبوكمال يعني للعراق، لأن الحدود ماكو أصلا. طيب السؤال هنا هو التالي، القوى السياسية اللي ثبرتنا ثبير تلة بصراع المحاور وخط الممانعة والدفاع عن المذهب، ليش ضربتها سكتة؟ خجلانة من نفسها لو هي أساسا موافقة وعدها علم مثل ما سربت قناة الميادين؟ زين إذا عدها علم بالاتفاق ليش ما حركت ساكن دفاعا عن الأمن القومي العراقي الخبصتنا بيه؟ زين ذولا 212 داعشي اللي هسه هم بلبو كمال، شقد منهم راح يعبرون للقائم ويغيرون من المعادلة الأمنية بيها؟ شكم واحد منهم راح يهاجر البغداد وحزامه جوا عباته ويفجر نفسه بالحسينيات والأسواق؟ الدماء اللي راح تنسفك برقبة من؟ برقبة اللي اتفقوا مع الدواعش وجابوهم يمنا؟ لو برقبة اللي غلسوا لأن لسانهم ما يهلهل إلا علينا؟ برقبة من يا ترى؟ برقبة الحكومة العراقية اللي تعرف وما حد استشارها ولا أحد قال لها الله بالخير، رغم أنه الملف مشترك والمفروض إحنا وياهم بحلف غير معلن، بس بيننا وبينكم كل هذا مجرد هراء ما يودي ولا يجيب. العراق حائط نصيص لأن قواه الأساسية صغيرة بلعبة الكبار. صحيح إحنا خوش نلطم مثل شمهودة، بس هذا ما راح يخلينا مكان قاعدة ويا الكبار، فالأحسن نسكت ونبلعها ونحضر ولياداتنا للموت.